دلوقتي مشاهدينا هنروح سريعا الى منى وجوله في الملاعب الرياضيه. اتفضلي منى. شكرا لك شاذلي، اهلا بكل مشاهدينا. معنا دلوقتي مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. الاتحاد الكوري الجنوبي أعلن عن ميعاد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية قدام المنتخب الوطني المصري واللي هتتلعب على ملعب سيول. والاتحاد الكوري قال على صفحته على تويتر إن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الساعة 8 بالليل بتوقيت كوريا والساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة. ومنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال خاض امبارح تدريبه الثاني على استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوديفوار 2023. التدريب أو تدريب المنتخب امبارح كان فيه شوية جمل تكتيكية من الجهاز الفني قبل ما يتم ختام التدريب بتقسيمة بين اللاعبين. والمسؤولين في نادي الزمالك أنهوا اتفاقهم بشكل رسمي مع أحمد توفيق الظهير الأيمن لفريق بيراميدز للانضمام لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي اللي جاي، وده في إطار خطة الإدارة إنها تدعم الفريق بلاعيبة عندهم خبرة. وكمان المسؤولين في نادي بيراميدز هيستغلوا فترة توقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي علشان يناقشوا مع المدير الفني للفريق تاكياسا جونيوس ملف عقود اللاعبين اللي هتنتهي بنهاية الموسم اللي جاري، وتحديد كمان مصيرهم النهائي سواء بالرحيل المجاني أو الدخول في مفاوضات للتجديد. هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة اتصدرت التصنيف العالمي للعبة تحت 15 سنة، وده بعد تتويجها بالمركز الأول وذهبية بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة اللي اتلعبت في نيجيريا بفوزها في المباراة النهائية على بطلة نيجيريا. والنجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا مهاجم الريال كأحسن لاعب في موسم 2021-2022 ومعاه فينيسيوس جونيور أحسن لاعب شاب. أما بقى النجم الفرنسي ديمتري باييه مهاجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي فاز بجائزة أفضل هدف في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المنتهي 2022. بخصوص بقى المباراة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني النهاردة في كأس الأبطال واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9:15 على ملعب ويمبلي، ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا علق وقال ميسي لسه واحد من أفضل وأعظم اللعيبة في العالم. احنا كده أخبارنا الرياضية خلصت، هنرجع تاني لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي وفساد. شكرا ليك يا منى. شكرا يا منى.